رأيك في الاستحمام يا بسام؟ هل أنت مستعد الآن؟ حاضر. مرحبا يا بدر، ماذا تفعل؟ أهلا يا أنيس، أنا أجهز حوض الاستحمام من أجل ابن أخي بسام. هل هذا صحيح؟ نعم نعم. مرحبا بسام، كيف حالك؟ جيد جميل. اسمع، هل عندك كل ما تحتاج إليه؟ ها؟ هل عندك كل ما تحتاج من أجل الحمام؟ نعم نعم، عندي المنشفة هناك، وعندي الليفة، وعندي الصابون في الحوض هناك، والماء الدافي. نعم. بدر، هل ستضع طفل المسكين في حوض كهذا؟ ما العيب فيه يا أنيس؟ ماذا تقصد؟ ها العيب؟ ألا تلاحظ أنه لا يوجد شيء في الحوض يلعب به؟ بدر، أتسمي هذا تخطيطا؟ تعود حالا. أوه أنا آسف يا بسام، أنت تريد شيئا تلعب به في الحمام. لو بقى. أنا آسف أنيس، ما هذا؟ والآن يا بسام خذ هذه الألعاب. أنيس طيب، هذه بعض الأشياء التي تحتاجها. بعض من الأشياء لا يستطيع يستحم بدون بطة مطاطية، أليس كذلك؟ طيب ثم نضع قاربا شراعيا تلعب به يا بسام. شكرا يا أنيس، هذا يكفي. يجب أن يستحم بسام الآن. تستطيع أن تضع قاربين شراعيين وتجعلهما يتحركان. لا 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 داعي لذلك. ونضع كذلك هذه السمكة. ما رأيك بسمكة القرش التي تسبح؟ هذه لا تخاف، هذه ليست حقيقية. طيب هيا يا أنيس، هيا. ما رأيك بهذا الطوب؟ ربما كان مفيدا لبسام. نعم، ثم تحتاج إلى كرة. نعم كرة جميلة. وما رأيك؟ هيا اسمع يا بسام، هل تحب البجع؟ هذه بجعة، أتراها؟ بجعة في الماء. وهذه بجعة صغيرة تسبح مع أمها. هاي البجعة الصغيرة، أتراها؟ أنيس، ماذا تريد يا بدر؟ انظر ماذا فعلت يا أنيس، كيف أقدر أن أغسل بسام في الحوض مع كل هذه اللعب؟ لا تقدر يا بدر؟ لا طبعا لا أقدر. أوه. اسمع يا بدر، لا تقلق، أعرف كيف أتدبر الأمر. ماذا تعني؟ ما هذا الذي تفعله يا أنيس؟ ما هذا؟ أنت قلت إنك لا تقدر أن تغسل الطفل مع كل هذه اللعب، قلت أغسل أنا. هيا يا بطتي. هيا يا أهلا عبلة. مريم تريد بيضة وستعيدها إليك. بيضة؟ نعم بيضة. هذه بيضة. وبطيخة. بيضة وبطيخة؟ نعم، تريد مع البيضة بطيخة. هذه بطيخة حلوة مثل العسل. وستعيدها إلي. تفضلي. شكرا. عفوا. عجيبة، بيضة بالطيخة. مرحبا عبدالله. أهلا عبلة. مريم تريد بالونا. بالونا واحدا فقط؟ خذي هذه 10 بالونات. على كل حال سأعيدها لك. عندك بخور؟ بخور؟ عندي. هاتي قطعة بخور لمريم. خذي هذه قطعة بخور. لكن قولي لي، ماذا ستفعل مريم بهذه الأشياء؟ لا أدري، على كل حال سأعيد البالونات والبخور. شكرا. لا تنسى الكتابة يا عبلة. ساعديني. هيا. مرحبا جاسم. أهلا عبلة. من فضلك كتاب لمريم. كتاب؟ أي كتاب؟ أي وستعيده إليك. هذا كتاب. شكرا. عفوا. هيا. ترى ماذا تريد مريم بهذه الأشياء؟
الله أعلم. طري على الباب من ذا جاء؟ جاء إلينا حرف الباء. مرحبا. اهلا مريم. اهلا مريم. اهلا بكم. ارجو الا اكون قد ازعجتكم بطلباتي. ابدا ابدا، طلباتك على العين والراس. شكرا. خذ يا محمود. ما هذا؟ ثمن بيضه وبطيخه. انا لا افهم شيئا. المساله بسيطه. كنت اعلم الاطفال حرف الباء. فطلبت من عبلة ان تاتي من عندكم باشياء فيها حرف الباء. لكنك قلت انك ستعيدينها الينا. متاسفه لم اقدر. وهذا هو ثمن البالون والبخور يا عبد الله. لا 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 لا، هذا شيء لا قيمه له، لكننا نريد ان نعرف ماذا حصل. البيضه انكسرت. فعلا بيضه تبدأ بالباء. والبطيخة قسمناها بين الأطفال فأكلوها. بطيخة أيضا تبدأ بالباء. والبالون بوم انفجر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالون يبدأ بالباء. والبخور حرقناه وتبخرنا به. بخور يبدأ بالباء. ولم يبقى عندنا إلا هذا الكتاب. جاسم جاسم، هذا هو الكتاب، تفضل. كتاب ينتهي بحرف الباء، حتى تعرفوا أن الذي يبقى الكتاب. حمام حمام، أبراج حمام. الحمام يحوم حول القبة، القبة ليست أبراج حمام. مئذنة مسجد. مآذن مختلفة. المساجد مباني جميلة. هل صليت في المسجد؟ نعم، أذهب مع أبي للصلاة في المسجد. المساجد من الداخل واسعة ونظيفة. وفي الداخل منبر يقف عليه الإمام ويخطب، والناس تصلي وتقرأ القرآن وتدعو الله. نبدأ بالمقاطع. لنبدأ يا حنان. أرنب أرنب أرنب. قرب با قربة.
شرشف شرشف خر دل خردل خردل غر س غرسة غرسة شر ف شرفة شرفة ألو، نعم أنا حمد. من؟ فاطمة، غير معقول، كنت أذكرك قبل لحظة. يا أهلا يا أهلا، كيف أنت؟ لو رأيت حالتي، أكلمك وأنا بملابس المطبخ. بلى، أختي مريم تعتني بي ولا تقصر، ولكني أحببت اليوم أن أجرب الطبخ بنفسي. فاطمة، أنا أفتقدك يا فاطمة، كنت تملئين البيت والحي سعادة. بالمناسبة، سنحتفل اليوم بافتتاح مكتبة جاسم. كيف التدريس عندكم في جيبوتي؟ عندكم حر في جيبوتي؟ اهتمي بنفسك من ضربة الشمس، الشمس حارة عندكم. هل تطلبين شيئا من هنا؟ الله يسلمك، ربي يبقيك ويخليك لي، الجميع هنا يسلمون عليك ويذكرونك بالخير. طيب طيب، سأبلغهم. شكرا لاتصالك، سأتصل بك في الموعد نفسه. مع السلامة. مع السلامة. إيه، هذه حال من تسافر زوجته. إيه، يشبه رأس الحصان فعلا.
بطة. باء. مرحبا، أنا الضفدع كامل، معي لعبة جديدة، الإصبع العجيب. تمام، هل تريدون أن تلعبوا لعبة الإصبع؟ حتى نلعب هذه اللعبة يلزمكم إصبع عجيب. طبعا لكل واحد منكم إصبع عجيب، وهذا هو الإصبع الشاهدة. نعم، إنها هذا الإصبع، تمام؟ عندكم إصبع مثل هذا. طيب، ما عليكم إلا أن تبقوا في أماكنكم، لا تقتربوا من الشاشة، ابقوا في أماكنكم وارسموا الشكل في الهواء. والشكل الذي سوف نرسمه اليوم هو المربع. المربع. الآن حاولوا أن تتذكروا شكل المربع. له أربعة أضلاع وجميعها بطول واحد، وله أربع زوايا والزوايا متشابهة. سوف نرسمه هكذا، نبدأ من هنا ونتحرك في هذا الاتجاه، ثم ننزل إلى الأسفل ونتحرك في هذا الاتجاه، ثم نعود إلى الأعلى مرة أخرى، وبذلك نرسم مربع. والآن عندما أقول واحد اثنان تبدأون، مستعدون؟ هل رفعتم أصابعكم في الهواء؟ هيا نبدأ. واحد اثنان. والآن ننزل إلى الأسفل، ننزل إلى الأسفل. والآن نتحرك في هذا الاتجاه. ثم نعود إلى الأعلى مرة أخرى. حسن، انظروا، ها هو المربع. الآن حصلنا على مربع. تمام، وتلاحظون أن له الأضلاع الأربعة التي وضعتها، وله الزوايا الأربعة التي ذكرتها. ويمكن أن نستعمله من أجل يمكن أن نستعمل المربع لعمل إطار لصورة الضفدع. جميعا بالعريسين السعيدين مريم وهشام.
ربنا. عفوا ليلى. تفضل. أحب أن أقول كلمة. أنا سعيد جدا بزواج أختي مريم من هشام. وكم كان يطيب لي لو أن فاطمة كانت بيننا، ولكن للأسف كما تعرفون هي مسافرة في بعثة تعليمية إلى جيبوتي لتعلم الأطفال هناك، وهي تبعث دائما إليكم بتحياتها. وشكرا. شكرا. ضيوفنا نفتتح حفلتنا اليوم بأغنية اقرأ اقرأ. كتب الأغنية الشاعر منسون ولحنها الملحنة اللطيفة عبلة. يشترك في الأغنية حسن، عبلة، والفنان الشاعر ملسون. ليلى ليلى، وأنا لم تذكريني. عفوا عفوا يا نعمان. وسيقود الفرقة الموسيقية الفنان نعمان. هيا يا عبلة هيا. مستعدون؟ مستعدون. هيا أعطني دو. صحيح. أعطني شي. ومع الزمن تعتاد النظر إلى الكتب. حاول أن تقرأ صفحات بعد اللعب. ومع الزمن تعتاد النظر إلى الكتب. كتب 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 هي بين يديكم فاقتربوا. 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 اقرأ 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 كلمة، اقرأ سطرة، اقرأ صفحة، وستقرأ كل كتاب. اقرأ. شكرا شكرا لكل من ساهم في هذه الأغنية، وشكرا لجاسم على كتبه المفيدة واللطيفة. والآن ضيوفنا ندعوكم لتناول المرطبات في فترة الاستراحة ونعاود برامج الحفل. تفضلوا.
يا سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي. إلى اللقاء.